هلا وغلا، هذه قائمة أهم ألعاب شهر يوليو 2019. Attack on Titan 2 Final Battle يعتبر آخر نسخة من الجزء الثاني من سلسلة ألعاب الأكشن المبنية على مسلسل الأنمي والمانجا للهجوم على العمالقة ومن تطوير تيكما كوي. وتروي أحداثه القصة حتى نهاية القسم الثاني من الموسم الثالث للأنمي. اللعبة أكشن مغامرات تعطيك إجابة للسؤال وش بيصير لو أكون فرد من الفيلق. راح تصل اللعبة في تاريخ 5 جولاي. Sea of Solitude هي لعبة مغامرات من EA تلعب فيها بشخصية بنت اسمها كي في رحلة استكشاف لمدينة شبه غارقة قبل ما تتحول لوحش بشكل ما. اللعبة عالمها معزول واسلوب رسمها مميز من فريق تطوير جديد اسمه جو مي جيمز، وهو فريق اندي مدعوم من EA. شكل لعبة واعدة وفيها قصة جميلة، راح تصدر ايضا في تاريخ جولاي 5. Dragon Quest Builders 2 هو الجزء الثاني في سلسلة Dragon Quest Builders، وفكرتها تخلط بين اسلوب لعب ماينكرافت وتضيف فيها عناصر العاب الاكشن والار بي جي والوحوش المتعارف في العاب سلسله دراجون كوست المشهوره. بيكون فيها بناء وبتجميع الموارد، اضافه الى انه بيكون فيها سباحه وطيران، وفيها لعب تعاوني حتى 4 لاعبين، واضافوا خاصيه التنقل السريع اللي كان اكثر شيء يطلبونه في الجزء الاول. اللعبه راح تصدر في تاريخ جولاي 12. مارفل التيميت الاينس 3 ذا بلاك اولدر لعبة الأكشن الأبطال الخارقين ترجع لنا في جزء جديد بعد الانقطاع اللي دام أكثر من 10 سنين من إصدار الجزء الثاني لها ومن تطوير فريق تيم نينجا المشهور. اللعبة بتكون حصرية لجهاز نينتندو سويتش، وفيها أنت وثلاث من أصحابك تختارون واحد من شخصيات مارفل المشهورة وتخوضون في مغامرة ضد أعداء مارفل المعروفين. اللعبة راح تصل في تاريخ جولاي 19. ولفشتاين يونغ بلود هي جزء جانبي في السلسلة المشهورة وأحداثها بعد 20 سنة من الجزء الثاني وزمن مختلف. يكون فازوا النازيين في الحرب العالمية الثانية، وأبطال اللعبة هم بنات يدورون عن أبوهم المفقود في باريس. اللعبة راح تصدر في تاريخ جولاي 26. فاير أمبلم 3 هاوسز سلسلة لعبة الاستراتيجي الار بي جي ترجع لنا مرة ثانية في جزء جديد كليا في السلسلة، هو يعتبر الأول على جهاز نينتندو سويتش. ترتيب جزء هذا هو الرقم 16 وراح يقدم رسوم جميلة بدقة تجديد للعالم والشخصيات. قصة اللعبة بتروح الأربع شخصيات رئيسية وهي المدرسة والطلاب الثلاثة، وراح نرجع لقصة الحروب ما بين الأمم المختلفة. اللعبة راح تصدر في تاريخ جولاي 26. وهذه كانت أهم إصدارات ألعاب الشهر اللي راح تنزلكم في شهر يوليو أو شهر جولاي. قولوا لنا إيش عجبكم فيها وإيش راح تشترون منها. يعطيك بعض المتابعة كما كنت في هذا الشيحة مع السلامة.